يا حبيبتي معلش ما تاخذنيش، ما قدرتش احضر فرحكم، بس ملحوقه ان شاء الله بزياره ببيتك. تنوري في اي وقت يا حاجه. طالما باركت لها كده يبقى عجبتك. باين عليها مؤدبه ومن بيت اصيل. طبعا هو انا برضه هجيب اي حاجه. ربنا يسعدكم يا ابني وينولك يا رب العيل اللي انت بتتمناه. امين يا رب. لا يا سماح فين؟ لسه ما جاتش من المطبخ. ما انا عارف بس بتاكد، اصلا انا اتعمدت يا امي اجيب فرحه في عدم وجود سماح عشان ما تزعلش. ما انت عارفه سماح حساسه قوي، وانا لازم احافظ على احساسها برضه. ويا ريت يا ريت ما تعرفش ان احنا جينا. اصيل يا مختار يا ابني. ايوه كده لازم تحافظ على مشاعرها. بصراحه بقى انت لو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي حد زي سماح. معلش يا حبيبتي ما تاخذنيش، الواحد لازم يقول اللي ليه واللي عليه. ورغم ان سماح هتبقى ضرتك، لكن انت اول ما تشوفيها هتحبيها قوي، لان بصراحه مفيش في حنيتها وادبها ولا طيبه قلبها. وهكرهها ليه بس يا حاج؟ ربنا يديم المحبه ويقدم اللي فيه الخير. تسلم يا حبيبتي، بان عليها مؤدبه قوي. يا حاجه دي نقاوتي يعني مش اي حاجه. دايما تقع واقف يا مضروب. وانا مش يا مؤاخذه بس كده مش هقع واقف ليه؟ ابن الوز عواف. امال ايه؟ طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سماح يا بنتي. الحمد لله على السلامه يا سماح. ايه يا حبيبتي؟ جيتي بدري يعني، مع اني لما طلبتك في التليفون قلت هتيجي بعد المغرب. كنت حاسه اني تعبانه شويه فقلت اروح استريح. الف سلامه عليك يا حبيبتي، الف سلامه. مين دي يا مختار؟ دي فرحة، بنت أم فرحة. أنا فرحة عروسة مختار. ألف مبروك. معلش أنا تعبانة شوية هطلع استريح. يعني كان لازم تقولي لها عروسة مختار؟ جرى إيه مختار؟ أنت هتستعر مني ولا إيه؟ ما هي كده أو كده هتتعرف عليا. أيوة بس كنت همهد لها الأول. الله، ما هي عارفة إنك اتجوزت. وطي صوتك. تعرف حاجة وتشوف حاجة تانية. بس إيه؟ جرالكم ايه؟ اطلع يا ابني اكبر بخاطرها بكلمتين. يلا كلام برضو. اعذرني يا مختار، ما قدرتش اتحمل اشوفك واقف جنبها. ما تزعلش مني، انا بحبك. والله العظيم وانا كمان بحبك وبموت فيكي كمان. وفرحه انت عارفه كويس سبب وجودها ايه. كفايه ان عارفه انكوا سوا وانت بعيد عني. مجرد التفكير في الموضوع ده بيجنني. انا حاسس بيك يا حبيبتي. اضطر يركب الصعب. صعب قوي الاحساس اللي انا حاساه ده. ربنا ما يحكم بيه على حد ابدا. ان شاء الله مشكلتنا هتتحل. انا اسفه يا مختار، انا عملت لك مشاكل كتير. انا اللي اسف يا حبيبتي، انا اللي اسف ان وجودها تعبك. بس غصب عني والله كانت ماما. حقك حقك يا اخوي. اني مش زعلانه. وهزعل ليه؟ المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. طيب العين دي بقى ممكن تضحك؟ ممكن شوية؟ حاول. مش هتحاولي، هتضحكي وحياتي. ضحكي. فاكرة بنت نويشة لما كعبلناها وهي خارجة من الحمام كانت بتستحمى في الطبق؟ ايوه كده. ضحكي بقى، ضحكي. ده ضحكتك دي بتنور لي حياتي وطريقي. خلاص الحمد لله حصل المراد وردت علينا. عقبال ما يرضى علينا رب العباد يا رب. امين يا رب العالمين. بقول لك يا ماما، ما تيجي نطلع نعمل عمره نستغفر فيها ربنا ونتطهر. يا ريت يا ابني،
ده زيارته فرج وساتر وهنا كمان. انا هجهز كل حاجه وهدفع كل التكاليف. انت لا كده برضه يا ماما، مش عايزين ناخد الثواب. ثواب ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ اسكت يا مختار، ما تخلينيش اتكلم. ده بدل ما تشجعيني يا ماما وتكبري الموضوع في دماغي اكتر واكتر. بص يا ابني، انا مستعد اطلع معاك، بس انا بفلوسي وانت بفلوسك. تاني هتقولي لي الكلام ده يا ماما؟ تاني وتالت ورابع لحد ما اموت. وبعدين يا ابني ما تشيرنيش ذنوب وانا رايحه لبيت ربنا. يا ماما ده احنا رايحين نعمل عمره. ايوه يا حبيبي، لازم نتحرى الاول الفلوس دي جايه منين، ولا احنا بقى نقتل القتيل ونسرقه ونقول احنا هنعمل عمره وربنا هيغفر لنا. قتيل يا ماما؟ الله يسامحك، استغفر الله العظيم يا رب. يلا فرح يلا. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا رب يا رب يهديه وفوقه من اللي هو فيه. قادر يا كريم يا رب. حلاوه حلاوه. انت تقعدي ولا ايه؟ ايه يلا يلا يا بنت، قومي هزي شويه كده. والنبي مش قادره يا سي مختار. لا 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 لا، الا الكسل ده بقى هنكسل. يلا خلينا نتبسط كده. ها؟ لا يا اخويا، اخاف على اللي في بطني. مالها بطن؟ اصلك ايه؟ اصلك ايه؟ اصلي رحت للدكتوره النهارده انا وامي. وقالت لك ايه؟ هتبقى اب يا سي مختار. اب؟ انت بتتكلمي كده يا بت؟ انت حامل؟ وهي دي برضه حاجه يتهزر فيها يا سي مختار. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، اخيرا هبقى اب. يا رب يتربى في عزك ويشيل اسمك ويرفع راسك في السماء يا رب. ده انا هغرقه في العز، هخلي اسمه ولا طبل في كل مكان. ربنا يخليك لي يا اخويا يا رب، ما يحرمكوش من بعض ابدا. اه ده مش ابن اي حد، ده ابن مختار ليل على سن ورمح. اخيرا هبقى اب، اخيرا هبقى اب. يا ما انت كريم يا رب. وحشتيني. وانت كمان. اخيرا رجعنا زي الاول وبقى عمر وسطيني. انا كنت خلاص يأست، انا مش مصدقه ان كل ده كان ممكن يحصل. الحمد لله ربنا موجود. المهم طمنيني، انت كويسه؟ ما دام عمر كويس يبقى انا كويسه. يعني مفيش دواء بيتاخد كده ولا كده من ورايا؟ اشرف، انا كنت باخد الادويه دي عشان انسى اللي انا فيه، انما دلوقتي خلاص ربنا رجع لي كل حاجه. الحمد لله يا حبيبتي. ما قلتليش صحيح، عمليه عمر اتكلفت كام؟ يعني المستشفى والدكتور والمرافق حوالي 250 ألف دولار. خبر؟ ده كتير قوي. مفيش حاجة تكتر على ابننا. أيوة بس أنت جبت الفلوس دي منين؟ ورث من أبويا يا هدى. هو عمي الله يرحمه كان معاه كل الفلوس دي لدرجة إن كل واحد فيكم يبقى نصيبه كبير كده؟ بابا الله يرحمه كان تاجر كبير ومحترم وليه اسمه وسمعته، فمش كتير عليه أبدا بعد العمر ده كله إنه يكون ثروة زي دي. سبحان الله. شوف الفلوس دي جات لك في الوقت المناسب. الحمد لله. يمكن من غير ما يحصل ده لا كنت قدرت تشتري القلب ولا تعمل العمليه من اساسه. بس انا ما اشتريتش القلب يا هدى. امال جبته منين؟ هو ده الموضوع اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. موضوع يا اشرف، اتكلم. بركيله سماح، بركيله سماح، هبقى اب، هبقى اب. الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك. من النهارده هيبقى لي ذكر ونسل في الدنيا، مش هيخلص ليهم الدين. ربنا ينولك اللي في بالك. اه بس الواد ده لازم يطلع راجل، مش عايل خير يا كده. احنا فين ولما يكبر فين؟ لا ده لازم يتخطط له من دلوقتي. هو انا ابني زي اي حد، ابن مختار ليل سيد الناس كلها. ربنا يخليه لك ويخليه لهم. امه ده ايه؟ انت امه؟ لا ما ينفعش يا سي مختار. انا قلت ينفع، انا عايز الواد يتربى في حضنك انت، وان كان على فرحه ما تشغليش بالك، هراضيها بقرشين وتسيبهولك. ده انا غالي. غالي ايه؟ واحنا هنتبناه؟ ده ابني. بس امه عايشه وهي اولى برعايته، وانا اعتبرني امه التانيه. يا سلام يا سماح، اهي طيبه قلبك دي هي اللي مخلياني متمسك ان انت اللي تربي الواد، علشان يشرب من رقتك واحساسك اللي بعشقهم. ربنا يخليك وما يحرمنيش منك ابدا. ويخليكي ليا يا ست البنات. انا همشي بقى عشان عندي كام مشوار، انا قلت اعدي بس عشان اديك البشره دي. تعيش يا اخوي. تعيش يا حبيبتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني عمر عايش دلوقتي بقلب بنت عاليه؟ ايوه، ولولاها الله اعلم كان جرى له وجرى لنا ايه.
وبنتها ماتت ازاي؟ في حادثة عربية، ومن ساعتها ما شفتهاش. حرام، مسكينة. فعلا مسكينة، عاشت لبنتها بعد جوزها ما مات عشان تربيها، وفي الآخر سابتها لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما بفتكرها ضميري بيأنبني وبحس بالذنب. وانت تحس بالذنب ليه؟ لأني تقريبا كنت السبب في اللي حصل له. مش فاهم. عليا قبل الحادثة جات لي هي وحياة هنا، جات لي عشان تعرض عليا الجواز، وأنا رفضت وقلت لها إن أنا بحب مراتي وابني، وقلت لها كمان إني مؤمن إن هما هيخفوا ويرجعوا زي الأول، وكمان اتهمتها بالأنانية. نزلت منهارة هي والبنت. حصل اللي حصل. أيوة بس أنا مش فاهمة برضو، عليا كانت عايزة تتجوزك ليه؟ لأنها كانت مريضة كانسر، خافت تموت وتسيب البنت لوحدها. أم البنتها هي اللي ماتت وسابتها لوحدها؟ بس هي ما كانتش أنانية، فكرت في ابننا عمر بعد موت حياة بنتها، وهبته قلبها وشهلتني جميل مش عارف أرده إزاي، وهفضل شايله في رقبتي طول العمر. انت ايه في حياتك؟